أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نصر السادس من أكتوبر عام 1973 هو اليوم الذي حولت فيه مصر الجرحى وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة عبرت بها الحاجز الذي كان منيعا بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء وخلال كلمته بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة شدد الرئيس السيسي على أن في هذا النصر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل عقود وعقود للتعلم والتدبر أتقدم إليكم بخالص التهنئة في الذكرى الخمسين لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973 عيد القوات المسلحة، يوم حولت مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة. عبرت بها الحاجز الذي كان منيعاً بين الهزيمة والنصر، وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصري والأمة العربية إن, إن في هذا النصر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل لعقود وعقود للتعلم والتدبر قيم عندما حضرت حضر النجاح والتفوق التخطيط العلمي المحكم والدقيق الذي لا يترك شيئا الا وتحوط له بما يلزم التنسيق المنظم الذي يستغل جميع القدرات والامكانات فيصل باداء المنظومه الى اعلى درجاتها والتنفيذ المنضبط الراقي في ادائه والمبهر في نظامه وترتيبه والروح الوطنيه القتاليه